كتاب العدد. العدد جمع عدة مأخوذة من العدد، لأن المعتدة تعد الأيام والأشهر، هي مأخوذة من العدد. وأما العدة شرعا فهي تربص مقدر شرعا للعلم ببراءة الرحم، والعدة تجب من الفراق بين الزوجين، إما بطلاق وإما بخلع وإما بفسق وإما بموت، تجب العدة في جميع الفرق بين الزوجين. إذا كانت الفرقة في الحياة وكانت بعد الدخول تلزم العدة، أما إذا فارقها في الحياة قبل الدخول ليس عليها عدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا كانت الفرقة بالموت فإنها تجب العدة سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بها أو لم يدخل. والحكمة، العدة لها حكم كثيرة. أولا أنها تحصل بها براءة الرحم لئلا تختلط الأنساب، يعني يأتي زوج جديد ويطأها وهي حامل من الأول فيكون تختلط الأنساب. فمن الحكم العظيمة في تشريع العدة حماية الأنساب من الاختلاط، هذه واحدة. ثانيا، إتاحة الفرصة للزوج لو أراد المراجعة في طلاق رجعي، ففي العدة فرصة له لو ندم وأراد أن يراجع. قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني قاربنا، بلغنا أجلهن يعني قاربنا نهاية العدة. فمن الحكم العظيمة في العدة إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع إذا كان الطلاق رجعيا. ومن الحكم في العدة احترام عقد النكاح، حق الزوج المطلق، احترام عقد النكاح السابق، يجعل له حرمة ولا يتعاقب عليها الرجال في فترة واحدة. هذا من الحكم في العدة، تربص هو الانتظار، والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن لأنفسهن 3 قروء، تربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيض أو 3 أطهار عند بعض العلماء. وإذا لم تكن من ذوات الحيض 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، تكون الأشهر بدل من الحيض أو من الأطهار على قولين. نعم. وأما الحامل فعدتها لوضع الحمل كما يأتي: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا، كل امرأة فارقت زوجا، كل امرأة فارقت زوجا،
تلزمها العدة. نعم، لأن الله فرض هذا. نعم. خلا بها بشرط أن يخلو بها أو أن يطأها، أحد أمرين، تجب العدة بأحد أمرين: إما الخلوة بها بحيث يتمكن منها لو أرادها فتجب العدة ويكون لها المهر، تقرر لها المهر كاملا بالخلوة بها، ما عندهم أحد، أرخى الستر وأغلق الباب وهو متمكن منها، فحينئذ إذا طلقها تجب عليه العدة. الأمر الثاني الوطئ، إذا وطئها فإنها تجب العدة، إذا وطئها بعد العقد وجبت العدة. نعم. خلا بها مطاوعة، أما لو خلا بها مكرهة وغير منقادة فلا تجب العدة، لأن هذه الخلوة غير تامة، نعم. مع علمه بها، أما لو دخل الغرفة بظلام ولا درى أنه فيها ولا وطلع بعدين، ما نقول هذه خلوة، هذه ما هي خلوة، لأنه لم يعلم بها، أو كان أعمى، ولا أخبر ولا سمع صوتها ولا شيء وظن ما فيها أحد، هذه خلوة ما لها تأثير، ولا توجب المهر ولا توجب العدة. نعم. وقدرته على وطئها. ثالث، يعني يشترط في الخلوة 3 شروط: الأول أن تكون المخلو بها مطاوعة منقادة، الشرط الثاني أن يعلم بها بوجودها معه، الثالث القدرة على وطئها. أما إن كان ما يقدر على الوطء لكونه مجبوبا، ليس له ذكر، ما في فائدة، يخلو بها ولا ما يخلو. نعم. أو هي رتقة، هو مجبوب، أو هي رتقة يعني مسدودة المسلك، هذا معروف أنه ما يتمكن منها لأن هذا مانع حسي. نعم. وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. ولو مع ما يمنعه منهما، من الزوجين، أحد الزوجين عنده مانع، هو الذي حسا، مثل أن يكون هو مجبوبا أو هي رتقة، هذا مانع حسي، أو مانع شرعي أن تكون هي حائض، هذا ممنوع شرعا، أو هي محرمة، هذا ممنوع شرعا، مانع شرعي. نعم. أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئ، حسا عرفتم، أو شرعا لأن يكون الشرع حرم عليه وطئ، المسلم ما يرتكب ما حرم الله. نعم. أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد، هذا الشيء الثاني مما يوجب العدة، الوط إذا وطئها وجبت عليها العدة وتقرر لها المهر بما استحل من فرجها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمس معناه الوط، إذا وطئها وطلقها تلزم العدة. نعم. أو مات عنها حتى في الثالثة، الحالة الثالثة التي تجب فيها العدة الموت. إذن العدة تجب بأحد 3 أمور: إما بالخلوة بشروطها، وإما بالوطئ، وإما بالموت إذا مات تقررت العدة، ولو كان ما دخل بها. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرة. والآية مطلقة، ما قال والذين يتوفون منكم، ما الذين يتوفون منكم بعد الدخول أو بعد الوضع. الآية مطلقة توجب العدة عليها وترث منه ويتقرر لها المهر لأنها زوجته. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه المسألة أفتى بذلك، بأن لها، بأن عليها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث. نعم. أو مات. فلما أفتى بهذا أخبره بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك لأن فتواه وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. حتى يعني تجب عليها العدة إذا مات عنها أو طلقها، إذا مات عنها أو طلقها في نكاح فاسد. النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه، مثل أن يكون بدون ولي أو أن يكون بدون شهود، دون شاهدين، هذا يسمى فاسدا، لأن العلماء اختلفوا فيه، منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه، هذا يسمى فاسدا. فإذا طلقها في النكاح الفاسد وجبت عليها العدة للعموم. نعم. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، فيه خلاف تفسير للفاسد، تفسير للفاسد. أما اللي ما في خلاف هذا باطل، يسمى نكاحا باطلا، كنكاح الخامسة أو العقد في العدة، الوطء عليها والعقد عليها وهي في عدة أو وهي محرمة، هذا عقد باطل لا أثر له، وجوده كعدمه، فلو مات ما يتجب عليها عدة الوفاة ولا ترث منه، لا يترتب عليه شيء. نعم. وإن كان باطلا وفاقا، وفاقا شوف هذا تفسير للباطل، ما اتفق على بطلانه بين العلماء ولم يخالف فيه أحد، مثل الوطء في العقد عليها وهي معتدة، أو العقد يعني معتدة من غيره، أما لو عقد عليها وهي معتدة منه هذا فيه تفصيل، لكن إذا عقد عليها وهي معتدة من غيره هذا باطل. هذا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة، لا يجوز العقد على المعتدة وهو باطل. أو عقد عليها وهو محرم أو وهي محرمة، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا عقد باطل. نعم. وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. إيه نعم، لأنه غير زوج، لأنه غير زوج فلا تعتد للوفاة ولا ترث منه. نعم. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. معد. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة. قبل وطء وخلوة فلا عدة، هذا ما فيه، هذا من الآية الكريمة، يعني كحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بلا وطء ولا خلوة. نعم. أو بعدهما أو أحدهما أو بعد الوطء والخلوة وهو ممن لا يولد لمثله، للعلم ببراءة الرحم، ما تحتاج عدة، للعلم ببراءة الرحم. نعم. أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. إي نعم، للعلم فلا عدة عليها، للعلم ببراءة الرحم. نعم. أو تحملت بماء الزوج.
لأن هذا ما هو بطء، تحملت بماء الزوج هذا ليس وطئا ولا خلوة، لا يوجب العدة. لكن إذا حملت فلا بد من وضع الحمل، ما يعقد عليها حتى تضع الحمل، لكن ما تعتد من الزوج، وإنما تنتظر حتى تضع الحمل. نعم. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة. أي نعم، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، الناس يشوفون ما أو أمها عنده أو أبوه أو محرمها، هذا ما يوجب العدة لأنه لم يخلو بها. نعم. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. فلا عدة في جميع هذه الصور. نعم. فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول المؤلف رحمه الله: فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق وحيض، فهل يفهم منه أن المرأة عليها كفارة ظهار؟ لا، هذا كلام الزوج، هذا في حق الزوج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لو بدأ صيامه من أول شهر ربيع الأول وصام ربيع الثاني حتى، نعم، لو بدأ صيامه من أول شهر ربيع الأول وصام ربيع الثاني، لكن المرأة في حقها التتابع في كفارة الجماع في رمضان، كفارة الجماع في رمضان يلزمها التتابع، فإذا أفطرت لعذر من هذه الأعذار لم ينقطع تتابعها. نعم. لو بدأ صيامه من أول شهر ربيع الأول وصام ربيع الثاني حتى رأى الهلال فكان الشهر ناقصا، هل يجزئ عن كفارته؟ إذا بدأ الصيام من الهلال فإنه يبني، لكن من يرى الهلال؟ ما يرى الهلال اليوم، ولا أيضا ما هم منتظر لما الهلال يبدأ من أثناء الشهر. على كل حال 60 يوم هي أضبط وأحسن. نعم. لأن رؤية الهلال تحتاج إلى ضوابط وتحتاج إلى تأخير الصوم حتى يجي الهلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أفطر الصائم لكفارة الظهار ناسيا، فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فيكمل صومه؟ نعم نعم، اللي يصوم الكفارة إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا صومه صحيح لأنه معذور بالنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجب عقد النية من الليل لصيام الكفارة، وهل يكفي عقد النية من أول صيام التتابع أي من أول يوم؟ نعم، لا بد من كل صوم واجب، كل صوم واجب لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، كل صوم واجب سواء رمضان أو الكفارات أو النذر لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول المؤلف رحمه الله قول الرجل: ولكن ليس هذا الولد مني، سؤال: كيف لا يكون هذا قذفا وقد تبرأ من الولد، وهذا اتهام أنه من غيره؟ يا أخي ما هو قذف، هذا يحتمل أنه مغصوبة مكرهة، أنه تلقحت دماء غيره، القذف لازم يكون شيء صريح، ما فيه أي احتمال. نعم. يقول واجب أن الإنسان يتأمل قبل يسأل علشان ما يتعب في السؤال، مجرد نفي الولد ما يدل على القذف، لأنها قد تكون أكرهت، قد تكون تحملت بماء أو غير ذلك من الاحتمالات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يقتصر الملاعن في الخامسة على قول وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، أم لا بد أن يتلفظ بالشهادة ثم يتبعها بالدعاء على نفسه باللعنة؟ الخامسة لعنة بس، الأربع الأولى شهادات، أربع شهادات، ما قال الله خمس شهادات، ما قال الله خمس شهادات، أربع، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درج على ألسنة بعض العامة إذا سئل هل هذا ابنك يجيب يقول نعم هذا ولدي إن صدقت أمه، فهل هذا يعد من القذف؟ لا، ما هم من القذف، هذا يجيبونه من باب المزح، يجيبونه من باب المزح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط حضور بعض الناس للعان؟ أي نعم، يكون بمحضر من الناس، بمحضر من الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من حكمة مشروعية الوقوف أثناء الملاعنة لزيادة الرهبة في نفس القاذف لعله يتراجع عن الملاعنة؟ أي نعم، يلاعن وهو واقف من أجل أن يرى ويشتهر. نعم. وهل ورد أن الملاعنة تكون في المسجد؟ لا لا، ما هي في المسجد، مجلس الحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقذف الكافرة إذا رؤيت مع الأجانب؟ ما يجوز القذف، ما يجوز لا في حق كافرة ولا مسلمة، لكن قذف الكافرة يوجب التعزير، قذف المسلمة يوجب الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد الرجل مع زوجته رجلا آخر فهل يجب اللعان في حق الزوج وهل يأثم إذا تركه؟ إذا قذفها بالزنا يجب اللعان أو يقام عليه حد القذف، أما مجرد وجود الرجل الأجنبي معه هذا ما يدل على الزنا، هذا يدل على الخلوة، يدل على يعزر في هذا وتعزر هي، أما أنه يقام الحد القذف أو اللعان لا يكون بمجرد الخلوة، هذه تهمة، هذا مجرد تهمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتابكم الذي شرحتم فيه الزاد قلتم إنه إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه 4 أمور، والرابع انتفاء الولد إذا نفاه في اللعان بأن يقول في كل مرة ما هذا الولد مني. أي نعم، هذه من الأحكام التي تترتب على اللعان، لكن بشرط أن ينفيها، أما إذا سكت الولد ولده، الولد للفراش. نعم. إذا لاعن عليه أخرجه من فراشه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اتهمت الزوجة زوجها فهل يطبق هذا الحكم وهو اللعان؟ هذا قذف، لا ما يطبق، هذا قذف يقام عليها حد القذف ولا يقام اللعان بينهما، لأن هذا خاص بقذف الزوج لزوجته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دفع كفارة الظهار للغارمين وابن السبيل وغيرهم، حيث قال المؤلف ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، أم أن هذا خاص بالفقراء؟ ظاهر الآية هو إطعام 60 مسكينا، الآية نصت على المساكين، يقتصر على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم ولد الزنا علم أبويه غير الشرعيين، هل يجب عليه أن يبرهما وقد تاب إلى الله؟ بس هم يبونه، هم يبونه، ولا يبونه يبرهم ويقولون الناس هذا ولدهم من الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، السؤال إذا تمت الفرقة ولم تنجب منه، هل يجوز للزوج أن يتزوج من بنات هذه المرأة؟ لا، ما دام دخل بها فلا يجوز يتزوج من بناتها، ربائب، يقول ربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخل بأمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن من الحكمة لمشروعية العدة براءة الرحم، ومن المعلوم أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها أنه لم يطأها،
فكيف تكون ملزمة بالعدة؟ لعموم الآية يا أخي، لعموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، عمت الآية ولم تقل بعد الدخول، يتوفون بعد الدخول. وأيضا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في قصة ابن مسعود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عقد الرجل على امرأة فذهب بها إلى المستشفى أو إلى السوق لوحدهما، فهل تجب عليه عدة وتكون هذه خلوة؟ لا، الناس يرونه، يرونه يمشي بين الناس يرونه، ما خلا بها. الخلوة لا بد أن يغلق الباب أو يرخي الستار، مع أن الخلوة بدون وطأ فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول لا بد من الوطأ ولا يكفي الخلوة. الله جل وعلا يقول من قبل أن تمسوهن، مسألة فيها خلاف من أصلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الظهار المؤقت بشهر أو بيوم فقط، هل يكون له حكم الظهار؟ هنا الظهار يصح مؤبدا ويصح مؤقتا، فإذا انتهت المدة ارتفع الظهار، أنا يحتاج كفارة ولا شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو عزم الإنسان على صيام يوم الاثنين في يوم السبت ثم نسي، فأكل بعد طلوع الفجر يوم الاثنين ثم تذكر أن اليوم هو الاثنين، فهل تجزئ هذه النية السابقة؟ لا، حتى لو نوى قبل الفجر وأكل بعد الفجر ما يصح صومه، إنما يصح الصوم بنية من النهار إذا لم يأكل بعد الفجر، إذا لم يأكل بعد الفجر فيصح صوم النفل. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي أمر بالأمس في شرح كتاب عمدة الأحكام، وهو في توزيع الغنائم في غزوة حنين. السؤال، هل يختلف توزيع الغنائم في غيره من الغزوات، حيث إن للماشي سهم وللراكب سهمان، وهل لولي الأمر الحرية في توزيع الغنائم على المجاهدين وعلى غيرهم من المؤلفة قلوبهم وأصحاب المكانة؟ أي نعم، هذا راجع لولي الأمر، ينفل من يرى تنفيله، إما لشجاعته أو مكانه في الحرب أو لتأليفه. قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا من صلاحيات ولي الأمر، يجري فيه ما يرى فيه المصلحة للمسلمين. نعم. من صلاحيته أنه يتألف، ومن صلاحيته أنه ينفل ويزود بعض الغزاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها العدة لوفاة زوجها وتريد أن تحج، فهل يجوز لها أن تحج في العدة؟ لا، ما يجوز لها تحج حتى تنتهي العدة، تلزم البيت حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو دليل من حرم قذف الكافر، حيث إن الآية قد شرطت الإيمان فقالت المحصنات المؤمنات؟ إيه؟ ما هو دليل من حرم قذف الكافر، حيث إن الآية فيها شرط الإيمان في قوله تعالى المحصنات المؤمنات؟ هذا في هذا في القذف، في الحد يشترط أن تكون المقذوفة مسلمة عفيفة، أما التعزيل فهذا شيء آخر، ما يشترط فيه الإيمان، لأنه تعدي على الناس، والكافر ما يجوز التعدي عليه، لا يجوز التعدي على الكافر بغير حق. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوا على ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجوز العدوان بغير حق على الكفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. الاعتداء ما يجوز لا على المسلمين ولا على الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمت بتذكير الناس بشيء مستحب أو بسنة، سواء كان ذلك بالهاتف أو بالرسالة أو برسالة الجوال، فهل لهذا أصل في الدين أم لا؟ إبلاغ الموعظة طيب، إما بهاتف أو بالمشافة أو بكتابة كله طيب، المهم إبلاغ الموعظة والنصيحة بأي وسيلة كانت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يقص أحدنا جواز السفر لا بد من تسديد قيمته في البنك وأخذ سند على ذلك، وأحيانا نجد أناسا معهم سندات يبيعونها علينا بزيادة 10 ريالات فنأخذ السندات منهم، فهل هذا جائز أم يعد ربا؟ لا، هم شارين السندات، شارينها شراء ويبيعونها، ما هو بربا، ما هو بيع دراهم بدراهم، هم شروا السندات بقيمة ويبيعونها. لكن المسألة يخشى أنه يكون فيه تواطؤ بين الموظفين وبين السماسرة هؤلاء، ويصير فيه تلاعب، فلذلك هي عرضت لكن ما تم فيها شيء، نظرا لأنه ما هو واضح منعها ما هو واضح. نعم. وجوازها فيه تردد، فالمسألة فيها، والمسلم يتجنب هذا ويروح ويراجع ويأخذ جواز سفره بدون هذه الطريقة، هذا أحسن له وأبرى لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وإن كان عليه تعب وعليه يصبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون في البيت أم في المسجد، وهل يستمر مضطجعا بعد قيام الليل؟ يا أخوان، ما هي بالأمور بس بعد قيام الليل، اللي يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع قبل الفجر. أما أنت قاعد من فراشك وتروح تضطجع، وش استفدنا؟ نعم، هذا اللي يقوم الليل يضطجع، إذا أقبل الفجر يضطجع أو أذن الفجر عشان يأخذ راحته شوي. نعم. كان داود عليه السلام يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يرتاح لصلاة الفجر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.